رهف، رهف، بابا، بنتي، حبيبتي، صباح الخير. صباح النور بابا. حاج نوم، يلا قومي. ايه بابا، ليكني انا قايمة. انت منيحة؟ انا منيحة، لا تقلقي. بزن عفراء لسه ما قالت شي لبابا. عفراء، ليش قفل الباب؟ بصراحة قفلته لأنه بالليل كان عم يطالع صوت كتير قوي. ما فهمت، ليش عم يطالع صوت؟ من الهواء اللي عم يجي من الشباك. عكل حال، فوت ارتاح. برافو بنتي، اجيتي لتساعدي خالتك عفراء مو؟ قلتي لبابا شي؟ إذا بدي بخبره وإذا بدي ما بخبره. أنا ما بدي أترك بابا وبعد عنه. لكن مثل ما بقلك بدك تعملي. ماشي. إذا ما بتسمع الكلمة رح أقلعك من البيت. اليوم عنا شغل، بدك تفضي كل غرفتك. ليش بدي فضي كل غرفتي؟ شو يعني ليش؟ منشان ابني اللي جاي. طيب وأنا؟ باقي الغرف مو مشمسين، ما عنا حل تاني. غرفة الطفل لازم تكون مشمسة. طيب وأنا وين بدي نام؟ أنتي صرتي كبيرة، فيك تنامي وين مكان. بس ما بدي اعتراض، بتلاقي شي مكان. شو رأيك يعني وين رح حط الولد؟ يلا تعالي ساعديني لنعمل فطور. شو عم تعمل بابا؟ عم دور على شغل. بس انت عم تشتغل، ليش عم تدور على شغل؟ هاد شغل اضافي، رح يولد اخوك عن قريب. انا ما فهمت، امتى رح تشتغل وانت كل يوم عم تشتغل؟ لا تشغلي بالك بنتي، ابوكي رح يلاقي حل. سرحان ايمتى راجع اليوم؟ ما رح اتاخر، بدي مر على كذا مكان مشان الشغل، برجع المساء. تمام، الله يوفقك ويكون معك. بخاطرك. رهف، يا ترى لوين راحت هالبنت؟ يلا نطفي الطاولة واجلي كل الجليات ومسحي الغبرة، وبعد ما تخلصي بلشي فضي غرفتك. ماشي. انت لوين رايحة؟ شو دخلك؟ من ايمت انت بتسأليني؟ آسفة. يلا لا تضيع وقت. صار فيكي تطلعي، راحوا. وأخيرا. خدي البسي هاي، تعالي نفطر سوا. يلا تعالي بسرعة. يلا أنا جوعانة كتير. أيمت رح يرجعوا؟ ما بعرف، بس رح يطولوا ليرجعوا، يعني فينا ناكل على مهلنا. بس افطر، عندي شغل كتير. شغل شو؟ يعني بدي نظف البيت. إذا بدك بساعدك. عن جد عم تحكي؟ أكيد، نشتغل سوا. أي مجيب الحليب.
طلع لنا بس هاي الغرفة ومنخلص. ماشي. شو صار؟ انت منيحة؟ انا بردانة كتير، كأن هاي الغرفة باردة؟ لا، حرارتك مرتفعة. يا الله، ياه، بقدر نام شوي؟ ايه اكيد نامي اذا بدك، بركي اذا نمت شوي بتحسن. تمام، نامي شوي. رتبتي غرفتك؟ كنت عم رتبها. رح شوف. بتشوفيها بعدين، لسه ما خلصت. ليش بقى؟ لأنه لسه ما خلصتها. يلا بعدي. شو عم تخبي عني ولا قولي؟ أنا ما عم خبي شي عنك. بعدي ولا؟ لا بعدي. لا تفوتي. لا، شو عم تخبي ولا؟ مين هي؟ هي رفيقتي مرضانة. مين هي رفيقتي؟ هي البنت مرضانة. ما بيهمني إذا مرضانة. تركيها. يلا قومي. يلا يلا. هي مرضانة، حرام عليكي. شو عم تعملي؟ شوفي هلا بتعرفي. حرام، شو عم تعملي؟ خلصي ولا؟ لا لا، طلعي برا. خلصي، حرام عليكي. انقلعي. ليش عملتي فيها هيك؟ خلصي، انقبري لجوا. تركيني. شو عم تعملي؟ تركيني. رفيقتي رح تمرض أكثر من هيك بسببك. بكفي قد ما عانيت بسببك. انا يلي عم عاني منك، بكفي بقى. احكي بادب وانتي عم تحكي معي. خرسي، لا تخليني اضربك. تعالي بدي احبسك. يلا. اه انتي شو عم تعملي؟ بلكي بتتربي وبتصيري تحكي بادب. لو سمحتي افتحي الباب. لا تقفلي الباب، افتحي. لازم ساعد رفيقتي هلا، افتحي الباب. لمشاهده المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.